الله يهدي البارح ما عرف واش كان مطن طن حتى الله يهدي اليوم ما راح باش الليل حتى هو تيكون معطي ولكن الله يهدي الخدام على المعامل وتيكون مع السي غيزاني تلقاونا السبت الله يهزك داري البنات واحد الميساج مهم بزاف اليوم يوم تاريخي اليوم 15 ابريل و15 ابريل 2012 لونسيت البلوك ديال السيمو لايف اول مره تيبان السيمو لايف واليوم كملنا 10 سنين الدراري وديما كنقول ديما كنقول 10 سنين الدراري واش كنا خدامين على البراند ديال السيمو لايف مزيان كنا خدامين على البيرسونال براندينغ مزيان لا حتى حاجه غير 10 سنين معلم كنا كنبارطاجيو واحد الكونتوني زوين 10 سنين عطات هاد النتيجه الدراري الاستمراريه والمدى البعيد 10 سنين تينا ذا بيست انفلونسر اوف ديير في دبي تينا احسن انفلونسر باش راه بالاستمراريه اما كون خدمنا نيت بصح واهلي فين كنا دابا فين كان تكون هاد البراند ديال سيمولاي دراري زي السيمولاي فانا هنا ماشي على قبل السيمولاي فانا هنا على قبل باش نقول لك حتى انت راه تقدر دير شي حاجه ما تقولش لي اخويا بغيت ندير بالسربه بغيت نوصل بالسربه لا عطي راسك واحد 10 سنين راه داكشي اللي غادي توصل راه ما يمكنش تخيلو راه فريمون داكشي اللي ممكن توصل راه ما يمكنش تخيلو شتي البراند ديال السيمولاي ما مسوقينش جاو شركة الطيران يخدموا معانا جاو شركة الطوموبيلات يخدموا معانا اكسبت الطوموبيلة واحدة اللي خدمت معها اشهر ما خدمت معها حتى شي شركة اخرى ما انا مثلا نبيع ونشري في بنات هادشي ما علماش كنقولوا لك 10 سنين شتي كاع دوك لي براند الكبار كاينه واحد الشركة ديال الطوموبيلات دخلت للمغرب العام اللي فات عيطات الانفلونسر واحد هو انايا وما مشيتش باش ما تجيش بحال كنقيسو لي زانفلونسور الاخرين على قداش راه ماشي عيب دير الاشهار وعادي انك دير الاشهار غير انا في الكاريير ديالي كامله في هاد 10 سنين درت اشهار جوج مرات العرب افيليات الصاميت وواحد البراند ديال الطوموبيله وماشي اي براند ديال الطوموبيله براند خويا ولا اختي دري ولا بنت سمعني مزيان راه ملي كنقول لك 10 سنين راه فريمون قاصد لك 10 سنين على قداش المهم هو الاستمراريه وراه غادي توصل وغادي توصل وغادي تصدم لداكشي اللي غادي توصل ليه واش انا كنت ناوي السيمو لايف توصل لها توقع ما كناش كنخدمو زعما والله ما كنا كنخدمو انا كنقول لك راه ما كنخدموش شي خدماني ولكن راه خدمنا الاستمراريه والاستمراريه اهم لانك تخدم شي خدماني نهار واحد ولا يومين وتغبار عام هي الاستمراريه وحنا علاش وصلنا يعني انت شنو نطلب منك هو تستمر انا كنقول نطلب منك هو تستمر استمراريه ما تبداش الحاجه والسيمانه الجايه تبدلها وتبدا الحاجه وتخبى بدا الحاجه وبقى مستمر راه داكشي اللي توصل ليه راه انت غادي تصدم في راسك معايا واللي كيقول لك اجي دير فلوس بالسربه راه يبغي ينصب عليك وبغي يدي لك رزقك اي واحد يقول لك اجي نوريك السر اجي نوريك كيفاش دير فلوس بالسربه عندي واحد اللعيبه بغا يبيع لك الدوره هرب معلم شوف راه غير خلي فلوسك في جيبك راه يبغي يديهم لك ما كايناش شي حاجه بالسربه 10 سنين غتصنع المستحيل معلم دراري وانا صغير سمعت واحد المثال واعر دوام تيهرس الرخام يعني فهمتي الا بقيتي مداوم راه الرخام غادي تيهرس 10 سنين امال الا جديتي بحاجه وحده راه يوكا صحه باذن الله طو الشباب واحد الجلسه في كازا والله ما سخيت بها ولكن خصنا نرجعوا الرباط باش نديروا اللايف شوف الدراري على جلسه على قد الحال تجمعوا فيها الاباطره ديال المغرب كامل اللهم بارك الشباب اللهم بارك اللهم بارك خصنا نمشيو الدراري انا دابا ثلاثه العلماء ديال لونتربرونيا في المغرب ولكن النمبر وان اونتربرونور شكون سي با با شهاده الجائزه هذا هو الشهر ما كاينش مشاكل انا دابا الدراري البنات رجعت من كازا لان اللايف ما 11 الليل وديما لايف ناضي اليوم معنا السي مروان مرحبا بك اخي مروان اش عاودنا اخي فروم زيرو تو هيرو سير على الله من لو ان سي جي لونتربرونيا ان شاء الله